احنا في الوسط الصحفي فقدنا زميل شاب، الصحفي محمود رياض. يمكن ناس كتيرة ما تعرفوش، كان صحفي شاب بيعمل في جريدة الخميس. هو صحفي صغير يمكن غير معروف، لكن في الوسط الصحفي برضو لازم يعني نذكر كل زملائنا اللي يعني بيصابوا أو بيتوفوا من جراء الكورونا. معي على الهاتف أستاذ أيمن عبد المجيد، عضو مجلس نقابة الصحفيين والمسؤول عن مشروع علاج الصحفيين. أستاذ أيمن مساء الخير يا فندم. مساء الخير أستاذ لميس، ومساء الخير على السادة المشاهدين والبقية في حياتنا جميعا، لأنه في النهاية هو زميل لينا كلنا أعضاء النقابة. يعني البقاء لله، ربنا يتغمدوا برحماته ويسكنوا فسيح جناته، ولهم أسرة الصبر والسلوان إن شاء الله. قصة محمد رضا إيه قصته بالظبط؟ كيف أصيب وحصل له إيه؟ هو محمود رضا. كانت محمود رياض، كانت الزميل محمود رياض كانت رياض شعر ببعض الأعراض، استمرت معاه حوالي أسبوع، أعراض بسيطة بدأت تتطور الحالة. اتصل بينا ونصحناه بالتوجه إلى مستشفى حميات إمبابة، لأنه في المحيط الجغرافي الخاص في نطاق سكنه. دخل المستشفى، طبعا كان حالة اشتباه، احتجز في المستشفى لأن درجة الحرارة كانت مرتفعة. تم سحب العينة الأولى للتأكد من إذا كان سلبي أو إيجابي بشأن فيروس كورونا. للأسف الشديد العينة الأولى لم تسفر عن كونه مصاب أو غير مصاب، وده كان من الحاجات اللي كانت غريبة شوية. الأطباء قرروا سحب عينة أخرى، وتم سحب العينة الثانية، وفوجئت ان هو بتواصل معاه، لقيته طبعا بيتنفس بصعوبه ومرهق، وحالته النفسيه كانت سيئه، لان العينه الثانيه لم تثبت ما اذا كان مصابا بكورونا من عدمه. تواصلنا طبعا مع غرفه العمليات في مجلس الوزراء، وتم التواصل مع اداره المستشفى اللي هي كانت بالفعل قالت ان هي هتلجا لعينه ثالثه، وبتستخدم معاه الادويه اللي هي بتعمل على تخفيف حده الالتهاب الرئوي الحاد اللي كان ظاهر في الاشعه. العينه الثالثه اثبتت الاصابه الايجابيه، فتم نقل الحاله الى مستشفى العزل في العجوزه. الحاله بدات رغم ان هي كانت تتحسنت تدريجيا، الا انها ساءت بشكل انتكاسة سريعة، وضع على أجهزة التنفس الصناعي. طبعا بمجرد ثبوت حالة الإصابة الإيجابية، طبعا تعاملنا مع دعم للأسرة عبر وزارة الصحة، وتم سحب عينات من المخالطين، زوجته وأبنائه، عنده 4 أطفال وأشقائه اللي هم وشقيقاته اللي هم اختلطوا بيه في الفترة دي. للأسف الشديد ثبت إصابة 2 من أطفاله، طفل أصغرهم عبدالله عنده سنة ونص، وحسن سنة ونص، وحسن عنده 8 سنوات. وأنا يمكن ما اتصال حضرتك يعني البرنامج الأعداد كنت على اتصال بالأستاذة رهام أرملة الزميل، زوجة الزميل رحمه الله، وهي طبعا مصاحبة للطفل في مستشفى العجوزة، وبنأمل أن يكون في اهتمام كبير من وزارة الصحة، لأنها طبعا حالتها طبعا صعبة طبعا. والحزن طبعا. وإلى آخره، وقد يؤثر على المناعة، ونأمل إن شاء الله. النقابة طبعا خدت كل إجراءاتها لدعم الزميل معنويا وماديا، وفي قرار من مجلس النقابة بتعيين زوجة الزميل رحمة الله عليها في الطاقم الإداري في نقابة الصحفيين. وبالفعل أيضا أطلقت من خلال لجنة الرعاية الاجتماعية مبادرة أبنائنا في قلوبنا، بينتم تخصيص رقم حساب من الصحفيين إلى
ابناء الصحفيين، يا ريت الايتام، يا ريت ابناء اسر الصحفيين. دي مبادره عظيمه جدا الحقيقه، يعني يكون في رقم للتبرع من الصحفيين الى الصحفيين. للصحفيين، وانا اطلقتها وامل ان حضرتك تدعميها. حضرتك عضو بارز في نقابه الصحفيين وكل الزملاء الصحفيين، لان ده واجب علينا حتى لا يكون حزننا موجه الى مجرد عبارات عزاء او نعي او الى اخره. لا، ولان في صحفيين كتير بيبقوا من الكبار، يعني بيكونوا عايزين يساعدوا ما بيعرفوش يساعدوا ازاي، يعني ما بنعرفش اسره هذا الزميل او تلك الزميله، فبيبقى بالنسبه لنا يعني حاجه كويسه ان احنا يكون في فعلا حساب بنكي تبرع بشكل معين، بحيث ان ناس كتيره ممكن تتبرع للزملاء. تمام، هو ده رقم حساب بنكي رسمي هيتم فتحه ان شاء الله. انا تقدمت بالطلب بصفتي رئيس للجنه الرعايه الاجتماعيه والصحيه، وده دور يعني دور اساسي للجنه الرعايه الاجتماعيه والصحيه في نقابه الصحفيين. احنا هل انتوا عندكم موارد بقى تدوا يعني يكون في دعم لاسره العضو المتوفي؟ طبعا، وتم بالفعل تخصيص مبلغ مالي 20,000 جنيه دعم سريع للأسرة، لأسرة المتوفي، كمحاولة كده سريعة، إلى جانب منح الزميل معاش كامل، لأن الزميل كان سنه 41 سنة، فأنت حضرتك عارفة المعاش بيتاخد بعدد سنوات الانضمام للنقابة. فإحنا قررنا كمجلس نقابة ورئاسة نقابة الصحفيين الأستاذ ضياء رشوان كمجلس نقابة إنه يتم منح الزميل معاش كامل، إضافة إلى العمل على دعمه بمبلغ المالي للأسرة، إلى جانب خلق فرصة عمل لأرملة الزميل في الطاقم الإداري بالنقابة وفقا لمؤهلها الدراسي. بشكرك أستاذ أيمن عبد المجيد عضو مجلس نقابة الصحفيين، واحنا هنتصل بالاستاذ ضياء رشوان ونتابع قصة هذا الحساب البنكي. اعتقد دي فكرة جيدة جدا.